دلوقتي شادية كليوباترا، حماس كليوباترا سوري، ده المعبر بتاعهم، بس لسه طبعا ما حطوش اللوحة الزجاجية بتاعهم. الدخول في حماس كليوباترا ب10 جنيه في الفرد. البحر بتاعها جميل جدا، هو مكان جميل جدا ان احنا نتصور فيه، بس طبعا لازم نخلي بالنا واحنا ماشيين، لازم نكون لابسين الشوز بتاع البحر. هو في حد ذاته المياه جميلة، ممكن تقضوا وقت جميل جدا 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 فيها. البحر حلو قوي، لازم تخلوا بالكم وانتم ماشيين، وعايزكم تقولوا رأيكم بصراحة. احنا طبعا المرة الجاية هنعمل لكم فيديو جميل تاني غير دوت، وأتمنى إن الفيديو ده يكون عجبكم، وتستمتعوا بالمناظر الجميلة اللي في البحر واللي في حماس كليوباترا. الممشى ده كبير قوي، بس طبعا اللوحة الزجاجية بتاعه اتكسر، معرفش ازاي، بس طبعا هما هيركبوا لوح جديد، فعشان كده لسه ما احنا الناس كلها بتمشي على الأرض وفي ناس بتمشي على الحديد فوق. اتمنى لو الفيديو عجبكو ما تنسوش تعملوا شير سبسكرايب ولايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.